ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. يا رسول الله، خلفت فينا شمائل، خلفت فينا أخلاق، خلفت فينا صفات مرت علينا سنوات وأعوام ونحن غفل عنها، لا استهتارا بها، كيف وهي أخلاق حبيبنا، ولكنها الغفلة. ومن هذه الليلة يا سيدي يا رسول الله نوينا أن نحيي أنوار أخلاقك فينا، مع من نحب ومع من لا يحبنا، مع من نوافق ومع من نخالف. يا سيدي يا رسول الله، علمتنا عفة اللسان فانطلقت ألسنتنا فيما لا ينبغي، كم خضنا في غيبة أو نميمة، كم تلفظنا بفحش من القول لضحك أو لمزحة أو للحظة غضب ونحن نعلم أن هذا لا يليق. ألسنة أحبتك ولهجت بالصلاة عليك لا يليق بها أن تتلوث بقاذورات العبارات والألفاظ. نور الصلاة عليك من هذه الليلة يا رسول الله، منذ هذه الليلة نبقي نور الصلاة عليك في ألسنتنا فلا نلطخه بالقبيح من القول. يا حبيبي يا رسول الله، هاتان عيناني، هاتان عيناني تتوقان إلى النظر إلى طلعتك البهية. ولكنها تلطخت بالنظر إلى ما لا يرضي، كم نظرت إلى فحش من الهيئات، وكم نظرت إلى الدنايا، وكم نظرت إلى الخلق باحتقار وإلى الدنيا بإجلال وافتخار، وهذا كله قذر ينازل هذه العين تتوق إلى رؤياك. وكم غافلت عيناي رقيب البشر فنظرت إلى ما لا يجوز النظر إليه في شاشة أو مثلها أو في مكان، فتلوثت وتقذرت وأظلمت. ولكن حبيبي يا رسول الله، علمتنا أنها تغسل بدمعة صدق، علمتنا أنها تغسل بدمعة صدق، علمتنا أنها تغسل بدمعة صادقة مقترنة بإرادة خارقة ألا تنظر بعد الليلة إلى ما لا يليق أبدا، حتى تبهج بجمال النظر إلى طلعتك. حبيبي يا رسول الله، هاتان أذنان، أذن عن اليمين وأذن عن اليسار، كم بها من شوق إلى سماع صوتك وأنت تتكلم. إي والله، اللهم صلي وسلم عليه. هاتان الأذنان تلوثتا بسماع الغيبة والنميمة يا رسول الله، تلوثت بكلام لا يليق. ولكن حبيبي يا رسول الله، منذ هذه الليلة توبة نصوح نتوبها إلى الله، فلا نسمع إلا ما ينبغي أن نستمع له، لا نجعل آذاننا مزابل لأوساخ البشر تلقى فيها. حبيبي يا رسول الله، هذه الكف
كم تشتاق إلى أن تمس كفك الشريف. وكم يشتاق الفم أن يقبل يدك الشريف. صحيح هذه اليد تلوثت بما لا ينبغي، ولكن حبيبي يا رسول الله، منذ هذه الليلة ننوي التوبة، نتوب إلى الله، فلا تمتد أيدينا إلا إلى ما يرضي، حتى تتهيأ لجميل المصافحة، وتتهيأ هناك في ساعة الورود على حوضك الشريف، يوم أن تقبل الناس عليك ظمأ لتسقيهم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. فمن الناس من يتوقون إلى عذوبة ماء الحوض، ومن الناس من يتوقون إلى عذوبة اليد التي تسقي. عذوبة اليد التي تسقي، فاسكر بساق الراح لا بي. سيدي يا رسول الله، لئن كان ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قد استأثروا، لئن كان ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قد استأثروا بنور صحبتك، فلا يطمع أحد إلى بلوغ رتبتهم من مقام الصحبة، فوعزة الله وجلاله لننافسنهم على موارد محبتك يا رسول الله. لا ينافسون في مقام الصحبة ولا يبلغ مبلغهم أحد، لكن مقام المحبة بابه مفتوح، حال المحبة بابه مفتوح لمن يبذل الروح.